تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى ما سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظلي رفيقي وقالوا سيضني كبحث دقيق فجهزت نفسي لبحث الدقيق ركبت البحار وخضت الصحارى وسرت النهار وقد جف ريقي ويممت شطر الجبال الرواسي وفي قمة قرب واد سحيق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق دعوت الإله الذي لا إله سواه بأن أهتدي للطريق أهتدي للطريق تفكرت يوما بمعنى الصديق وأرسلت طرفي بفكر عميق ترى من سيرسو عليه اختياري وماذا سيغدو كظل رفيقي فإذ بي على بشيخ وقور حكيم رفيقي فإذ بي على حين ياس وصمت بشيخ وقور حكيم رفيقي بدت في محياه آثار دهر وعيناه أوحت بماض عريق فبادرته سائلا كيف أختار من بين كل الأنام صديقي لقد طال صبري وما زال بحري عميقا وهذا نداء الغريق كأني ليلي أسير فهل فقال استمع إنه من يؤدي حقوق التاخي كعقد وثيق ومن حين تفضي إليه بهم وغم وحزن وكرب وضيق تجد منه جودا بصدر رحيب ورأي رشيد ونصح رقيق ومن نحن إلا صديق الأقاحي فهل نال غير ارتشاف الرحيق كما الليل إذ صاحب النجم دهرا فهل كان يحلو بغير فصاحبك للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي فصاحبك للخير والعقل والصدق والنصح تلقى الصديق الحقيقي